السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من القسم 5-1 القوة الكهروستاتيكية قانون كولوم للصف 12 متقدم الإمارات العربية المتحدة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعار المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ طبق مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هذه مدونتي للفيزياء، تجد بها كل ما تحتاجه. ما المسافة الفاصلة؟ هذا الطلب التي يجب أن تكون بين إلكترونين على سطح الأرض لكي تكون القوة الكهروستاتيكية بينهما مساوية لوزن أحد الإلكترونات. يعني أعطاك الحل، هاي القوة الكهروستاتيكية، كونه إلكترونين إذن كيو واحد هي نفسها كيو اثنين، لذلك كتبنا كيو إي تربيع، وتساوي وزن أحد الإلكترونين يساوي لكتلة الإلكترون في عجلة الجاذبية. فنحن بناخد المساواة وبنشتغل فيها. ما المطلوب؟ المسافة المطلوبة هذه، لذلك برتبها بهذا الشكل. المطلوب هذا، إذا بتصير بهذا الشكل منشان نتخلص من التربيع. بجزر الطرفين، الكيو للتربيع بطالعها برا الجزر، لأنه كيو تربيع جزرها كيو إي في جزر ثابت كولوم على كتلة الإلكترون في عجلة الجاذبية، ومنعوض ومنحسب تطلع المسافة 5.08 متر. في رعاية الله لا تنسونا من التشجيع.